طب انا عندي سؤال بقى خاص بالاطفال. لو جيت دلوقتي اتكلمت انا ام وعندي مثلا اطفال في سن صغير اقل مثلا من 10 سنين، وشايفه ان هم بياكلوا حلويات كتير وحاجات زي كده، فدي برضو ليها اضرارها. هل انا اقدر اعوض ده بفيتامين برضو زي مالتي فيت اللي احنا بنتكلم عنه، ولا الموضوع في السن الصغير مش احسن حاجه؟ هو ابتداء من 13 سنة، ونصيحة ليا لكل أم فعلا بلاش ده. يعني كنت مرة بشوف أختي معاها بنوتتها الصغيرة داخلة الحاجات حلويات والكانديز، بقى قلت لها ايه اللي انت بتعمليه في بنتك ده؟ لا، لأن ده بيسوس السنان، وبعدين بتعلي لها سكر كتير، مش ده اللي هيديها طاقة. أكليها أكل صحي أحسن، أو لو ولد حتى الأكل الصحي أفضل بكتير من كمية الكانديز. وبقول لكل الناس من كل الأعمار تجنبوا السكر. يقولك لا، أنا بحب أشرب 10 معالق سكر على مدار اليوم على الشاي والقهوة. انا مش عارفه الناس دي ازاي بصراحه. لا ده في ناس مش على مدار اليوم، ده في ناس في الكوبايه الواحده بياخدوا 4 و5 معالق ده سكر. ايوه ده كارثه، دي مش حلوه خالص. يعني يقول لي طب خلاص خلاص، احنا زي ما دينا بتقول هناخد الب مالتي فيت وناكل سكر براحتنا. الب مالتي فيت قيم، لكن ما تاكلوش سكر برضو. مش هتحاول تهرب يعني. بالظبط بالظبط مفيش فايده. طيب ده الاطفال. الناس الكبار السن هتكلم مثلا 60 بلس، الوضع ايه برضو؟ الموضوع امن، ولا لو الشخص بياخد ادويه معينه، في ادويه سكر، ادويه ضغط، ادويه قلب، يعني برضو عشان نطمن الناس؟ اوفر 60 مهم جدا ليهم يدعموا دمهم بالالب مالتي فيت، لان اوفر 60 الدوره الدمويه مش قد كده، مش زي الشباب. الاوفر 60 عندهم برضو بيبقى نقص رهيب جدا في الفيتامينات، فبتلاقي الدم مش بيوصل للمخ زي الشباب، الفيتامين بي كومبلكس مش بيوصل، فبيحصل لهم نسيان وعدم تركيز. اوفر 60 بيحصل لهم هشاشه عظم اكيد. اوفر 60 مناعتهم مش زي الشباب، فلازم يدعموا دمهم بالب مالتي فيت اللي فيه كل الفيتامينات من فيتامين سي، فيتامين اي، كالسيوم. اصحاب الامراض المزمنه زي السكر اكيد بنصحهم جدا ان هم يمشوا اكيد بالبريسكريبشن بتاع الدكتور بتاعهم او الدكتوره بتاعتهم، ويدعموا جدا بفيتامين سي، لان فيتامين سي بيظبط لي مستوى السكر في الدم. أوكي. فيتامين سي بيظبط مستوى الب مالتي فيت اللي فيه فيتامين اي، بيظبط مستوى الكوليسترول، لان فيتامين اي هو اللي بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره. اوكي. فالدهون الضاره تيجي تتاكسد تترسب لي على الاوعيه، تعمل لي جلطات سواء في الدماغ او في القلب. فيتامين اي من اقوى الفيتامينات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لعدم الاكسده، انها تقدر ما يحصلش اكسده ويحصل ترسبات على الاوعيه الدمويه. سيف جدا جدا لاصحاب المرضى المزمنه. مع يعني طبعا اللي عندهم لا قدر الله فشل كلوي، اكيد اي حاجه بياخدوها بيستشير الطبيب، او عندهم التهابات في الكبد، اي حاجه بياخدوها. بس غير كده انا مش لازم اعمل التحاليل قبل ما اخد اي فيتامين عشان اعرف ايه النقص عندي، ولا ممكن يتعمل برضو مش هيضر يعني؟ هو اوريدي الب مالتي فيت كل الفيتامينات اللي فيه ووتر سوليبل، ما عنديش اي سميه فيها. الفيتامينات اللي بيتعمل لها تحاليل ثلاثه، فيتامين اي، فيتامين كي، والمهم جدا فيتامين دي اللي ناقص عندنا كلنا يعني. ده عشان اللي هو الشمس، تعرض الشمس، تعرض للشمس والاسماك الدهنيه. طيب دلوقتي